دكتور حسام، قبل بقى ما تغادرنا قول لنا بقى اخبار الكورونا ايه. خلينا نقول ان احنا في محطة الحظر، احنا شايفين زياده في الاعداد، لكن الحمد لله ربنا زي ما اكرمنا بمجهود سياده الوزيره ومجهود الدوله كلها ان احنا عدينا الموجه الاولى والثانيه والثالثه، هنعدي الرابعه باذن الله، لكن هنعدي الرابعه مش بس بمجهود الدوله، بتعاون الشعب. طيب احنا داخلين على دي موجه رابعه فيها دلتا بلس، فيها كل متحورات، فيها كل متحورات دلتا بلس وغير دلتا بلس وغير دلتا بلس. طيب ده بيجعلها موجه اكثر خطوره، اكثر انتشارا، اكثر انتشارا. يبقى اذا دور المجتمع هنا هو الدور الاهم، لان الانتشار عمل مجتمعي. اذا المجتمع ما خدش حذره والدوله عملت اللي عليها، تطعيمات عملت وفرت التطعيمات، اظن احنا الدوله اللي في العالم اللي عندها جميع خمس انواع من التطعيمات. بس احنا كنا بنتكلم على انه ان شاء الله الفتره الجايه هنزود من سرعه التطعيمات في المرحله القادمه، وعايزين الناس تقبل بقى على التطعيم، يعني اذا كان التطعيم موجود عايزين الناس تقبل على التطعيم. هنا دور الشعب بقى الدور الاساسي. احنا شغالين على مدار الساعه، عندنا كم من التطعيمات يكفي كل من يطلب ان هو يتلقى التطعيم. لان ده موضوع مهم، لان الناس بتقول لك طب ما انتوا اجلتوا الجرعه الثانيه في وقت من الاوقات. خلاص دلوقتي كل الدوله بتعمل كافه طاقتها، عندنا دوله منتجه للقاحاتها. باكد ان كل اللقاحات اللي داخل جمهوريه مصر العربيه فعاله وامنه. مين اللي ما بياخد، مين اللي ممنوع ياخد اللقاحات؟ ممنوع ياخد لقاحات هي قله قليله اللي تعاني من امراض مناعيه شديده ونقص حاد في المناعه. والحوامل الحوامل هنا بنقول ان هي دي كونديشنال. يعني ايه كونديشنال؟ يعني لم تجرى دراسات على الحوامل، فعشان كده بنقول الحوامل مستبعدين عشان مفيش دراسات اجرت عليها. في بعض الدراسات بتجرى بره على نفس الفئه العمريه، واظن ان في القريب العاجل هيسمحوا للحوامل، لكن انا شخصيا توصيتي هم 9 أشهر لو حافظنا على الاجراءات الاحترازيه والحامل تحافظ على نفسها مش لازم تتلقى اللقاح، وهي دلوقتي دي كونديشنال ديس ابروفل، يعني ما فيش ابروفل عليها، كونديشنال مش لخطورتها على الحمل. ثاني لا توجد خطوره من لقاح الحمل، لكن لا توجد دراسات على السيده الحامل تتلقى اللقاح، عشان كده بنقول الحامل تخش اللقاح. كل اللقاحات اللي هي ساينوفارم، ساينوفاك، استرازيليكا، فايزر، جونسون، كل دي لقاحات فعال. فعالة. انا دايما بقول امنه وقبل فعاله. بعدين يقول لك ايه ده الساينوفارم ده ميه، ده الساينوفاك ده اي كلام. دوله الصين تلقى فيها لقاحات 1,933,000,000 شخص خدوا لقاح صيني، واصبحت نسبه الاصابات فيهم قليله جدا ونسبه الوفيات منعدمه. ده اكبر بحث ممكن يتعمل على اكبر عدد يثبت كفاءه هذه اللقاحات. اللي مش عاجبه سينوفارم هو اللقاح الآمن والفعال كويس، واحنا مسؤولين عن هذا الكلام بالدراسات وليس بالأهواء الشخصية. بشكرك يا دكتور. انا بس عايز اقول للناس احنا ماشيين بالماسكات، يمكن احنا الثلاثة متطعمين وفي بيننا تباعد، لكن احنا ماشيين بالماسكات في كل يعني مراحل الحوار وفي غير الحوار، بنلبسه وقت ما بنحس ان في ازدحام، بنقلعه لما بيكون في بيننا تباعد، لكن احنا طبعا التباعد و الماسكات هي اساس حياتنا. انا حتى بكتبها واللقاح طبعا انا بتطعمها شخصيا، واكيد طبعا سياده الوزير اول ناس طعمتها، اول واحده طعمته، احنا عشان متطعمين فاحنا حاسين بالامان بيننا وبين بعض.